في تفسير أكثر ربما لهذا الموضوع. هناك من يقول أيضا أن اليوم اللغة الأمازيغية تحتاج إلى توحيد في المعجم، يعني في اللغة الأمازيغية لهجات تختلف من مكان إلى آخر بناء على الجغرافيا، فهل يمكن تحقيق ذلك وفي نفس الوقت يعني أن يكون هذا الطابع الشفوي واللهجات المتواجدة موحدة ويمكن ذلك؟ لأن القواسم المشتركة ما بين هذه اللهجات كثيرة جدا، وبالتالي يمكن في نحوها وصرفها وطريقة كتابتها أن يكون هناك إرادة جامعة، وبالتالي ربما حتى على مستوى المقبلين على تعلم الأمازيغية وحتى المكونين فيها ستسهل عليهم تلك العملية، ونحقق الهدف الذي من أجله وضعت ميزانية مالية هامة لتنزيل رسمي وفعلي للغة الأمازيغية. نعم أستاذ فاضل، أن هناك اتفاق على حرف تيتينار، وطالما أن هذا الحرف أصبح عليه إجماع على مستوى كل حركات الأمازيغية والمؤسسات الدستورية للمغرب، أنا أعتقد بأن يعني أصبح ميسرا تنزيل ديال الأمازيغية بالشكل الذي تكلمنا عليه سابقا. ذلك ممكن نعطي مثال رائد على مستوى المغرب وخاصة المركز الجهوي للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلات، ذلكم المركز الذي عمل على تنزيل بمبادرة منه ومجتهد منه، وهذا يمكن القياس عليه ويمكن جميع المراكز الجهوية للتربية والتكوين أن تأخذ هذا المركز كمثال ونموذج في تنزيل الأمازيغية على مستوى الإدارة الداخلية وعلى مستوى التشوير وعلى مستوى المراسلات الإدارية وعلى مستوى أخذ مبادرة انطلاقا من الميزانية الجهوية التي توفر عليها هذا المركز الجهوي للتربية والتكوين. وطالما أن هناك يعني تصريح للحكومة بهذا المبلغ لكي يوصل كما قلت إلى 200 مليون درهم سنويا، أن بهذه الميزانية يمكن لجميع المراكز التكوين اللي هي التربية والتكوين، لأنني أركز عليها لأنها هي المنشأ وهي المخرج وهي التي من شأنها أن تعطينا أجيال متمكنة من اللغة الأمازيغية إضافة إلى اللغة العربية والانفتاح على باقي لغات العالم الحية كما جاء في الدستور وكما جاء في عدة خطط لصاحب الجلالة. وبالتالي أن طالما أن هذه الإرادة أنا أعتقد بأن أصبحت حاصلة، ما ينقصنا هو التطبيق العملي والشروع بالعمل، وكفانا من هدر الزمن، كفانا من هدر الزمن الذي ربما يعطلنا على التنمية المستديمة والمشهودة للمجتمع المغربي. وبالتالي أنا أعتقد بأن المقومات كلها حاضرة، وعلى كل إدارات يعني والمؤسسات الإدارية للمملكة المغربية أن تشرع انطلاقا من هذه السنة، طالما أن هناك الميزانية، أن توفر كل الوسائل التقنية واللوجستيكية والمادية والبشرية من أجل التنزيل الفعلي، أقول التنزيل الفعلي لقضية الأمازيغية على مستوى تعاملها اليومي، على مستوى تعامل مع جميع المرتفقين، وذلك بتوفير يعني منصة استقبال ومنصة التشوير ومنصة الترجمة. نعطي مثال بالمحاكم، على اعتبار أن المحاكم ما يليج مواطن لا يتقن اللغة العربية أنه يصعب التواصل مع المحكمة أو مع المحامي أو مع القاضي أو مع باقي مكونات العدالة. فإذا توفرت الترجمة لكل محاكم المملكة، أن من حق هؤلاء الساكنة الذين لا يتقنون العربية أو لا يتكلمون بها بشكل مطلق، أن سيسهل عليهم يعني التخاطب وقضاء مصالحهم وحقوقهم بمرق القضاء. وقص على ذلك باقي المرافق العمالات والأقاليم وكل المؤسسات العامة والشبه العامة. وبالتالي أنا أعتبر بأن حان الوقت لتوفير يعني بشكل تدرج وبشكل أسرع، لا نقول بشكل متدرج بالشكل الذي عرفناه سابقا وكأننا أمام شيء محتجين. هذا يعني روح الدستور يعني تعطي لهذه القضية التي عليها إجماع وطني، والتي من شأنها أن تجعل من الشعب المغربي المتفرد على مجال هويته وثقافته ولغاته ودينه واحترام الآخر. لأن لما نقول بأن الأمازيغي في الجميع، لا نقصد بها أن يكون وزير أمازيغي أو عربي،
فالامازيغي ليست للامازيغ وحدهم، وانما للشعب المغربي قاطبه، نعم وبالتالي نحن ندافع عليها من جانب امازيغ او عرب او صحراويين حسانيين او ما الى وضحت ذلك. الفكرة. الى الان هي ليست للتفرقة، ولكن هي عامل جامع داخل المملكة المغربية، وتؤكد تنوع روافد الهوية المغربية.